السلام عليكم، أهلا وسهلا فيكم أعزائي المتابعين، ورحب فيكم بقناتي على اليوتيوب. بناء على طلبكم رح أقدم لكم طريقة لعمل الكرواسان كتير سهلة مبسطة. سويت قسم بالفرن، هذا هو شايفين قلبه كيف مفرغ وفيه قرشي نفس الوقت هش. كمان اليوم قصدت بالفيديو في جميع المتابعين يلي ما عنده فرن ممكن يقدر يسوي الكرواسان، هذا يلي بدون فرن. هلا عم بقطعه بالسكين، الطعم رائع كتير كتير ومن الداخل نفس الفرن وناشف، لكن بس اللون شوي بيختلف، بس طعمته رائع كتير كتير وان شاء الله تجربوه وينال اعجابكم. خلينا نشوف الطريقة والتحضير مع بعض. المقادير: عندي ملعقة طعام من الخميرة الفورية، نصف ملعقة طعام سكر، رشة ملح، وملعقة طعام كبيرة من الزبدة الطرية تعادل 25 جرام. إذا بتحبوا الكرواسان يكون حلو حطيت ملعقتين طعام من السكر، وعندي كوب حليب دافئ وكمية من الطحين الأبيض المنخول. ها هي المكونات. نبدأ بالتحضير. رح أفرغ كوب الحليب الدافئ وملعقة الخميرة ونصف ملعقة من السكر، حركهم مع بعض. رح أضيف هلأ أول كوب من الطحين الأبيض المنخول، رح أجهز الثاني أضيفه بالتدريج. رح أرفع السلك اليدوي وأضيف هلأ رشة الملح وكمان معلقتين طعام من السكر، أعجنهم شوي مع بعض. بعدين رح أضيف الزبدة الطرية، كمان رح نحتاج زبدة بالمرحلة الثانية. رح أجهز الكوب الثالث من الطحين أضيفه للعجينة لتتشكل معي. هاي العجينة مو بس للكرواسان، لخلية النحل، للبرجر، للبريوش، لأي وصفة معجنات، معجنات العادية مثل البيتزا أو فطائر الصاج أو بتصير خبز، ممكن تصير كمان للمعروك أو السينامون، للدونات، لكل المعجنات بتصلح هاي العجائن اللي عم أقدم لكم إياها. وممكن نحن بس نضيف المطيبات، إذا كانت معروك تحطوا محلب أو فانيلا، وبتعرفوا باقي الخطوات لكل أكلة حلو شو بتحتاج بتشكلوا العجينة. رح تابع عجن العجينة أقل شي 5 دقايق لحتى تصير ناعمة وطرية. إذا كنتوا حابين تستخدموا العجانة بتعملوا نفس الخطوات بالضبط، منضيف بالنهاية الطحين بالتدريج. شايفين الطحين من الكوب ما استخدمت غير تلت، بقي عندي تلتين رح نستخدمهم كمان للمرحلة القادمة. هذا العجينة بغطيها وبتركها تتخمر لمدة ساعة ساعة ونص حسب ما يتضاعف حجمها. هلأ بعد مرور ساعة ونص، طبعا أنا عاملة كمية قليلة، انتو ممكن تضاعفوا الكمية حسب عدد الأشخاص اللي عندكم. هلأ بدي فرغ منها الهواء ورجعها لحجمها الطبيعي. رح إذا نحتاج للطحين، ورح نكور العجينة لقطع صغيرة. بالبداية رح أقسمها لخمس قطع وريحهم شوي، وارجع كمان قطع الخمس قطع كل واحدة لقطعتين، هيك بصير عندي 10 قطع. ممكن بهاي المرحلة تقطعون 10 حسب ما بدكم. رح ريحهم بس هيك 10 دقايق بهذا الشكل. مثل ما قلت لكم نرجع نقسمها لقطعتين، كمان بغطيهم بتركهم 10 دقايق. هلأ بعد ما ارتاحوا 10 دقايق رح اجيب الطحين وغطي كل كرة بطبقة من الطحين، اعملهم قرص بهذا الشكل لان احنا بدنا نعملهم اقراص دائرية الشكل.
رح نفردهم بالشوبك، بس مشان يسهل علينا بالبداية طريقة فردهم بالشوبك بنقرصهم مثل كأنه عم نعمل أقراص للخبز. وحطيت رشة طحين، نفرد بالشوبك بشكل دائري رقيق كأننا عم نعمل خبز. يعني هلأ هاي العجينة بعد ما تفردوها ممكن فورا تحطوها على مقلاي وتصير عندكم خبز طري، خبز تورتيلا للساندويش، بيطلع طعمته رائعة وطيب. بس هلأ نحن بدنا نعملها للكرواسان. الطحين بيساعد على فرد العجين وما بيلزق، وبتمتد أكتر عندكم قطعة العجين. هلأ بدنا نحتاج لزبدة، ما في مقدار محدد، بس نحن ندهن الطبقات. يفضل تكون الزبدة بهذا الشكل مبردة، ما بدنا إياها تكون دايبة. أو تكون يعني بدرجة حرارة الغرفة، بس الأفضل مبردة. بحط رشة طحين، برجع بفرد وحدة تاني، رح أرجع أدهنها كمان بالزبدة. كتير مهم دهن الطبقات بالزبدة. رح نحط كمان بيناتهم طبقة خفيفة من الطحين. بعدين رح أحط الطبقات فوق بعضهم بهذا الشكل، وكمل فرد باقي الأقراص بشكل دائري. ندهن نفس الشيء بطبقة من الزبدة، بعدين رشة طحين، لكن آخر طبقة ما بندهنها بشيء أبدا. هلا بتشوفوا كيف معي. إذا آخر طبقة مثل ما حكيت ما بدهنها بشيء، وبحاول يكون حجمها أكبر شوي من يلي تحت. بحطها من فوق وبكبس عليها، بحاول رش رشة طحين، وكمان ابقى افرد شوي وسكر الأطراف بهذا الشكل، بس ما بسكرهم بشكل كامل، بس مشان ثبتها وأقدر افردها فيما بعد. هلا رح احطها بصحن وغطيها واتركها بالبراد ترتاح. تتركوها ساعة، ساعتين، نهار كامل، لتاني يوم ما في اي مشكلة، حسب راحتكن. هلا انا تركتها حوالي الساعتين، رح ارفعها. شايفين كيف صارت متماسكة وتبردت الزبدة اكتر؟ بدي اضغط عليها شوي حتى اقدر افردها. بعدين رح احتاج لشوبك وكمان رشة طحين خفيفة جدا. رح افردها بالشوبك، بس ما رح اضغط عليها كتير حتى ما روح الطبقات او التوريق من الداخل. تمام، نفردها برفق وتكون كلها بسماكة واحدة، ما تكون الأطراف سميكي ومن النص رقيقة. نحاول تكون كلياتها نفس الشيء. كتير سهلة وبسيطة، بتقدروا تحشوها إذا حابين، أنا تركتها سادة. هلأ بدي أقطعها بالمدرج لشكل مثلثات حسب ما بدكن، كبار صغار حسب الرغبة. ممكن تكتفوا هيك، ممكن كمان ترجعوا تصغروها وتاخدوا كمان مقاس أصغر. ممكن كمان تعملوا لها شق بالمدرج بطول 1 سنتيمتر بالنص لتحصلوا على شكل كرواسان تاني، أو إذا حابين تحشوها بتعملوها هيك. أنا تركتها سادة وعملتها بالشكل التقليدي المعروف. هلأ بدي شد العجينة لأحصل على طبقات أكتر، بثبت من جهة والجهة التانية عم تشد برفق حتى ما تتمزق معنا العجينة. بلف رول بكل هدوء، ما بخلي
الرول كتير ضاغط عليه، بيرفق حتى ينفش الكروسان أكتر. شايفين بلفها بكل هدوء، والقفلة من خليها لتحت حتى لما بدي اجي حتى بالفرن ما تفك ويصير شكل الكروسان مو حلو. رح سوي كمان وحدة تاني، بنعمل نفس الطريقة مثل ما قلتلكن، ما منرص كتير نحن عم نلف، بنخلي ايدنا كتير رخوي بهذا الشكل وبتابع. طبعا كلكم بتعرفوا الكرواسان له عجينة خاصة وبتنعمل بطريقة تانية، لكن هاي طريقة سريعة وبتاكل زبدي أقل من الأصلية. الأصلية بدها حوالي 400 ل 500 جرام، لكن هاي ما بتاكل يادوب 100 جرام من الزبدة، وطعمتها ذاتها، بس الشكل شوي بيختلف. بالطريقة المعروفة بيطلع التوريق ظاهر أكتر. إن شاء الله بنزلكم إياها، أنا منزل الفيديو سابقا بقناتي لكن بدون صوت، إن شاء الله رح أرجع لكم الفيديو وتستفادوا من وصفة العجينة. هلأ خلصتهم تشكيل، بغطيهم وبتركهم لحتى يتضاعف حجمهم من ساعة ونص لساعتين. بالمرحلة الثانية رح نحتاج لصفار بيضة مع قليل من البياض، رح أحط عليهم شوي من الخل ونستخدمهم لدهن الكرواسان. مثل ما قلت لكم أنه أنا رح أعمل الكرواسان بطريقتين، بالفرن وبدون فرن. هلأ بدون فرن بنحضر وعاء كبير يوسع الصينية اللي نحن حاطين فيها الكرواسان، تمام؟ عندي أنا هون ملح، هذا ملح نستخدمه للمخللات أو للأكل، نستخدمه للمكدوس أو بتستخدمه الملح العادي. بنحط كوب، هلا هدول أنا محمصة فيهم من قبل فستق، رجعت استخدمته هون لشوفكم طريقة لشواء الكرواسان. طبعا فيكن تحطوا رمل إذا بتحبوا. حطيت أنا قاعدة حتى أقدر أرفع فيها القالب شوي عن الملح وما يحترق عند الكرواسان. ومنحتاج نحتاج كمان غطا للوعاء اللي رح نشوي فيه الكرواسان. هلأ بحط الملح أنا على النار وبخليه يسخن لمدة 10 دقايق أقل شيء، 10 ل 15 دقيقة، تكون النار وسط. بيحمى الملح بهالأثناء، هاي الكرواسان بندهنه بخليط التلميع بعد ما تخمر طبعا، وإذا بتحبوا تدهنوا بأي مادة ملمعة غير البيض ما في أي مشكلة، مثل النسكافيه أو الحليب البودرة أو الحليب السائل أو الفانيلا أو بدون أي شيء. شايفين هاي الصينية رح أحطها أنا طنجرة الملح، والصينية الثانية رح أحطها بالفرن. الملح عندي هون سخن، شايفين عم تطلع منه الدخنة، بحط الصينية وبغطي. رح أخلي الحرارة فوق الوسط بشوي، تمام، وبعيره 15 دقيقة. بالنسبة لكرواسان الفرن، حطيت بصينية من تحت مي ومشغلة من الأعلى والأسفل، طبعا على درجة حرارة 250. هلأ بعد مرور حوالي 12 دقيقة بلش يزهر من فوق، بس أخذ لون من الأعلى، بطفي من الأعلى وبنزله لتحت وبحط صينية المي من الأعلى. بالنسبة لكرواسان الطنجرة بقلبه على الجهة الثانية ليتحمر، كمان بياخد حوالي 10 دقائق مع المراقبة. بس أخذ الكرواسان لون من تحت، طفي عليه وبرفعه، وهذا شكله النهائي يلي بالفرن. بعده ساخن، شايفين لونه وهش جدا جدا. أخذ من الأسفل حوالي 8 دقائق. طبعا نحن منراقب الفرن اللي عنا. كرواسان الطنجرة أخذ أقل من 15 دقيقة بالمرحلة الثانية، لأن الملح كان كتير ساخن فما طول كتير.
شايفين هش وناجح. وإذا حابين تاخدوا لمعة للكروسان تدهنوه بقليل من الزبدة. لهون منكون وصلنا معكم أعزائي المتابعين لختام فيديو اليوم. بتمنى هالفيديو يكون نال إعجابكم وتجربوا الطريقة. مثل ما شايفين ناجح وهش، ونفس الوقت في قرشي على السطح من أروع ما يكون. ممكن تحشوه بأي حشوة بدكم إياها شوكولا، بس يكون الشوكولا قطع حتى ما يطلع من قلب الكرواسان. تحطوا جبنة أو ممكن مرتديلا أو لانشون حسب الرغبة. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوا تدعموني بلايك للفيديو، مشاركة مع أصحابكم على وسائل التواصل الاجتماعي، لا تنسوا الاشتراك بقناتي حتى تشوفوا دائما وصفات جديدة ومتنوعة تناسب الجميع. بشكركم كتير لحسن المتابعة، انتظروني في الفيديوهات القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم.